موقع الخليج أونلاين تناول في تقرير له احتماليات خضوع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لشروط حركة حماس من أجل إنهاء الحرب في غزة عقب فشله في تحقيق أي هدف منها، ولم ينجح إلا بإزهاق أرواح المدنيين. وفي تصريحه للموقع يرى الكاتب والمحلل السياسي قحطان الشرقي أن نتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام ولا يستطيع أن يرفض الصفقات، لكنه يريد أن يحصل على مقابل من حركة حماس ومقابل من الداخل الإسرائيلي ومقابل من الحليف المتمثل بالولايات المتحدة. يضيف الشرقي أن فرص رفض الصفقة الأخيرة تتمثل في خوف نتنياهو من تداعياتها عليه، الذي قد انتهى مستقبله السياسي داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الأضرار الكبرى ستأتي من الداخل الإسرائيلي ومن معارضيه ومن مجلس الحرب الذي اختلف معه.